صيف اوروبي غير معهود عرفته اوروبا موجه حر قياسيه تجتاح ربوع القاره الاوروبيه نتيجه ارتفاع لدرجه الحراره مخلفه خسائر عده حينما سجلت بريطانيا اعلى درجه للحراره على الاطلاق امس الثلاثاء حيث وضح العلماء بان موجه الحر الاخيره تتماشى مع تغيير المناخ حيث ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية في بعض المناطق الريفية كالبرتغال وإسبانيا وفرنسا مما وضع العديد من الدول الأوروبية في حالة استنفار قصوى